من الناس في قرية من القرى كان لديه أكرمكم الله حمار. إنسانك إش جندكي إش جندا بويا كرك هبيا. وهذا الحمار قام بخدمة هذا الرجل سنين طويلة ثم مات الحمار. أو كراجي خدمتك زعف مازن في إنساني رادك باشي دمرة. فهذا صاحب الحمار قال والله لا يمكن أن أترك هذا الحمار تأكل الكلاب البهائم، لابد أن أدفن هذا الحمار. او مبراجي مبراكي اهلي انصافي بيديجا اوا كارا حقا سكيم را خدمت كريا ازيو نوميج ما كنتي دا سابق سابا قرب يا بخون ازيو يتشعلكم. فخرج في اطراف القرية ودركت كيلاكا قنطا وحفر وحفر ووضع الحمار في الحفرة ووضع عليه التراب وبدا بدا كارجي دوني ويتشعلي دا ويتشعلكم. ثم رجع للبيت ونام وذكر مول ورازا. خرج رجل من اهل القرية إنسانك إش جندي دركت إش وي جندي مبرك يدني دركت وجد هذا القبر في أطراف القرية في خارج القرية فات فيناكي كيلاكا جند أو قبره ساكن. فرجع مسرعا إلى أهل القرية فات قربوا أهل جند قال يا أيها الناس هلموا تعالوا لجهي أهل جند هلورنا برادا. رجل صالح من الصالحين من الأولياء دفنته الملائكة بليل مبرك إش مبركي صالح ملياكات هونيا او شاف تاع الكريه ما كانوزون بيتشو تاع الكريه. فخرج اهل القريه واصبحوا يعبدوا هذا القبر وبعد قرن او ملاد جشت هويطي اهل قنتين وي قبري عبادتي ديك. استيقظ صاحب الحمار خداني كاري خشيار ذا بربونجي لم يجد احدا من اهل القريه في القريه. خرج دكارا درنا اش كنت تكاسنا مويا وجد الناس يطوفون حول القبر ويذبحون له ويدعون من دون الله. هناك إنسان تنين بس شارجتكم قربانا شارجتكم وقبر كاري ويردورا ويدشن تيني. قال لهم ماذا تصنعوا؟ جاون شتكن برا. قالوا هذا والي هذا رجل صالح دفنته الملائكة بليل. دفجاء أو مبرانا دفجنا ويخداني كاري دا دفجاء مبرا مبركي صالح بيا ملاكات أو بيداري جال كريا. قال هذا حماري بحرف دفجاء أو كاري مبيا كيف تعبدون من دون الله الحمير والكلاب؟ زون شاج رب علم بيشتر خجي كرارا صار عبادتك. نترك عبادة الله سبحانه وتعالى ثم نعبد الجيف نعبد الأموات. أمي عبادة رب علم بيل كرارا صار مع عبادة بكن.